عام بالتمام والكمال مر على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ودمر العاصمة اللبنانية وضواحيها، وشرد مئات الآلاف، وغضب اللبنانيين لم يهدأ. التظاهرات الحاشدة التي عمت شوارع العاصمة في الذكرى للمطالبة بمحاسبة المتورطين لم تخلو من المواجهات والاشتباكات، في وقت لم تصل التحقيقات بعد إلى أي نتيجة، في ظل رفض مسؤولين كبار توجه إليهم أصابع الاتهام المثولة أمام القضاء اللبناني. فهل تلقى صرخات أهالي الضحايا والمتظاهرين صدى وتجاوبا، وتتحقق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت؟ تنضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، تابعنا في هذا اليوم، كيف انتهت الصورة، القنابل المسيلة للدموع، أكثر من إشارة سياسية، وبيروت تتحول إلى منطقة أمنية؟ ماذا عن محاولات اقتحام مبنى مجلس النواب في ساحة النجم أولا؟ روبير، كما ذكرت كانت هناك محاولات من قبل بعض المجموعات لاقتحام أو الاقتراب من مبنى مجلس النواب، لكن كما تعلم هو مصور بجدران إسمنتية وحديدية تبعد المتظاهرين عنه عشرات الأمتار. طبعا بالإضافة إلى هذا الجدار هناك شرطة مجلس النواب وعناصر مكافحة الشغب الذين حالوا دون تقدم المتظاهرين باتجاه مدخل مجلس النواب. شرطة مكافحة الشغب، عناصر مكافحة الشغب عادت بعض مجموعاتها قبل قليل بعدما تمكنت من إبعاد المتظاهرين إلى ما بعد الصيفي كما يعني بات واضحا. هناك مجموعة صغيرة كانت تحاول اقتحام مبنى شركة كهرباء لبنان قبل قليل، لكن هذا الأمر يعني سوف تتصدى له كما أظهرت الصور أيضا مكافحة الشغب التي أمطرت المتظاهرين، وكان هناك في عدادهم أطفالا وكبار السن، أمطرتهم بالقنابل المسيلة للدموع في ساحة الشهداء والشوارع المتفرعة عنها ومحيطها، حتى تمكنت من إبعاد المجموعات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مجلس النواب. طبعا سقط في صفوف المتظاهرين العشرات، أصيبوا بحالات اختناق، منهم من عولج ميدانيا على أيدي عناصر الصليب الأحمر اللبناني، ومنهم من نقل أو استدعت حالته نقله إلى المستشفيات. الآن في ساحة الشهداء هدوء تام، هناك تواجد كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش اللبناني الذي كان يؤازر هذه القوى الأمنية في إبعاد المتظاهرين. لا شك أن يعني كما ذكرت هناك رسالة سياسية واضحة للمتظاهرين وللأهالي بأن القوى السياسية أو السلطة المكونة من القوى السياسية لن تستمع إلى مطالبهم المتعلقة بشكل واضح برفع الحصانات عن النواب والمسؤولين الذين يشتبه بأن لديهم معلومات أو مسؤوليات معنوية أو تنفيذية بانفجار أو بملف انفجار مرفأ بيروت قبل عام.